اما هلا سلمى، فقرتنا كتير حلوه، انا وياكي كنا ناطرينها من الصبح وعم نحكي فيها عن موهبه كتير حلوه لطفله يمكن هي صغيره بالعمر، بس سلمى قد ايه اثرت فينا واحد واحد. يمكن اغلب نقاشاتنا كانت عن هذا المسلسل اللي هو قيد مجهول، كان عم يتركز عن هي الطفله اللي لفتت انظار كتير من العالم. اكيد فرح، يمكن شخوص العمل بشكل عام كلهم الفنانين ابدعوا بقيد أكيد. مجهول من اصغرهم حتى اكبرهم، يعني من ملك الى طبعا النجم عبد المنعم عمايري، يعني كان مسلسل اخذ صدى كثير كبير، وخصوصا انه تم طرحه قبل شهر رمضان مبارك، واليوم معنا هي الشخصيه الصغيره كثير ولكن هي اللي كان فعلا لها تاثير صح من اول حلقه اخر صح. حلقه اول شيء جمالها اللافت والمميز، واكيد مو بس هيك قوه شخصيتها، ثقتها بنفسها، تمثيلها الكثير حلو والمقنع يلي نحن ما فينا نفكر ابدا انه هو تمثيل، لا تنقلنا لواقع ثاني. عم نحكي اكيد عن طفله 12 سنه استطاعت ان تسرق القلوب وتقنع العقول، وعم نحكي اكيد عن شهد الزلق يلي هي الممثله طبعا يلي شاركت بمسلسل قيد مجهول، رح نحكي بالتفصيل مع عن هذا العمل وغيره. صباح الخير شهد. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. نعاد عليك رمضان كريم. نعاد علينا وعليكم. صباح الخير، بتحبي ننادي لك شهد ولا ملاك؟ باعتبار في كثير عالم صارت تنادي لك بعد قيد مجهول ملاك. عادي شهد ملاك اللي بدك اياه. قديش هيك كان له اثر؟ خلينا نبلش من اخر مسلسل، انت تقريبا من 2018 عم بتمثلي. خلينا نبلش من قيد مجهول. من قيد مجهول كان دور كثير حلو، انا طبعا قرات النص وعجبني ودربت عليه كثير منيح، وكان قد ما تعبنا طلعت النتيجه حلوه. اكيد. كيف كان تفاعل الناس شهد؟ احكي لنا، ان كان من الوسط الفني وان كان من وسط العيله عندك، رفقاتك، المقربين، شو اكثر التعليقات يلي طبعا كثير حبوه، طبعا في منهم ما حبوه، يعني انا ما عندي مشكله، ورفقاتي كلهم بيقولوا لي انه مثلا حلو المسلسل، انه عجبني، انهم احياء انه بياخذوا لي بس مشاهدي، لانه المسلسل زائد 18. اكيد. طيب رح نكمل معك شهد، ولكن خلينا نروح هيك معك ومع المشاهدين ونشوف مقاطع من قيد مجهول ومن اعمال ثانيه شاركتي فيها. عن جد شفت حرامي امبارح؟ لا لا بابا، كان مامي على قلبي. بدي اقول لك سر، انا بعرف انه صار معنا مصاري. وليه؟ بتتسمعي علي انا وامك شو عم نحكي؟ عم بسألك جاوبيني. شو لون السكوتر اللي بدك اياه؟ بس التقينا. الحزن سكن قلبك، كل احبابك هجروك في لحظه ما كنت حاسب لها حساب. ماما خليني شوي. كل شي صار فوضى والاحلام تحولت لكابوس، الفوضى كبرت وصارت زوبعه. يد قتلت روح. كانت عم تحذر شهد تحت الهواء، كل صوت بيطلع كانت عم تتحذر شو هو. صح. احكي لنا شهد، كم عمل عندك من 2018 لهلا؟
مسلسل يوم ما آدم ومايا وسوق الحرير وببساطة وغمضات وبورتري وهذا قيد المجهول وأفلام فيلم جوري وفيلم خلال وفيلم نقاب الروح واستفيل فيلم وعد الآخرة. يعني فينا نقول عندك خبرة متراكمة نوعا ما شهد لحتى وصلنا لحتى لقيد مشهور. شو الشيء اللي انت فعلا لفتك بهذا النص؟ قلتي لي قريت وحبيت بعدين قلت اوكي، خبريني شو الشيء اللي لفتك حسيتي انه ممكن تأدي هذا الدور بموهبتك؟ اوكي، هلا هو النص انه هو انه انا بكون عم بحس انه باقي قتل المسلسل وهيك، فبحس انه عم عبر عنه اذا بدي امثل دور غني او مبسوطه فيه انه هذا كتير سهل. انا هيك بحس لانه حزين المسلسل انا حبيته عن جد. يعني حبيتي هيك تجربي شوي المشاعر المختلفه. ايوه هيك. كان في لك من احد الادوار اللي قمتي فيه كوني طالبه مدرسه، يعني يمكن لما هيك بتمثلي شيء بيشبه مرحلتك العمريه. أيه. قديش بتحسي انه انا لا بدي اطلع هون عن جد بشبه كل رفقاتي؟ صح. يعني لما يتفرجوا على المسلسل او على الفيلم يقولوا ايه شهد بتشبهنا. أيه. هلا يعني تعطي هي الصوره، قديش بتحسي بهذا الشيء؟ هلا انا مو كثير ممثله انه انا بالمدرسه انه عادي، يعني ما انه هيك، فبحس انه 80%. أيه. شهد اليوم من خلال الوسط المحيط فيكي، من اول شخص قال لك برافو شهد انت قادره تكملي وتعملي شيء كثير حلو؟ بنحكي من 2018 لحد اليوم. من 2000 هلا انا من زمان كان عمري 6 سنين وقتها. هيك انا قاعده فقلت لهم لاهلي انه ايدي انكسرت وايدي عم توجعني وبلشت ابكي، اخذوني على المشفى وصورناها وهيك، ونحن على طريق البيت قالوا قلت لهم انه ما فيها شيء هيك، فانه هن انصدموا انه كيف انا قدرت انه اقنعهم هيك. ف اكتشفوا موهبتك. ايوه لا على الوقت صار عندي 8 سنين يمكن انه حدا قريب مني قالت لماما انه سجلي لشهد معهد التمثيل. فتسجلت اول شهر اجاني فيلم واللي هو خلال، فطبعا الاستاذ سدير نصحني انه انا كمل انه هو اول فيلم معه هو خلال، فنصحني قال لي انه كملي انه حلو انه حلو شغلك هيك، فانا كملت. مشكلجيه يعني بلشتي تحبي التمثيل بالاكل، بلشتي بالمشاكل. هلا كل الاولاد صغار بيعملوا حالهم بطنهم عم توجعهم مشان ما يروحوا على المدرسه، بس ايدك مكسوره هي حدث يعني. بس مو كل الاطفال بيقنعوا اهلهم. صح. خلينا نحكي عن هي الهواية، انت عم بتفكري تكملي فيها لبعدين شهر؟ هلا انا مفكرة حاليا انه بس انجح بكالوريا فوت معهد عالي الفنون المسرحية وهيك اتخرج منه. طيب اذا حكينا شوي هيك عن المشاهد اللي اديتيها، دائما لما حدا بيمثل من هو وعمر صغير بيضل هدول، يعني خليني اقول اللقطات البدايه، اول مره وقفتي قدام كاميرا طلعتي عليها، هدول بيضلوا هيك ببالك والعالم تسالك حتى اهلك. كيف كان اول يوم تصوير لك؟ اول يوم كان تصوير لي طبعا اول مشهد صورته انا كنت انه اكيد متوتره وخايفه، بس اللي ما انه كثير وانه خايفه او ماي جاد هيك انه انا متدربه كثير منيح. فاول مشهد انه صرته وقلت انه خلص بسم الله وفت على المشهد. وكيف طلع ما بعرف، طلع اكيد حلو. ايوه ثاني مشهد انه صرت لهم انه ايمت رح نصوره، حبيت كثير. ايوه هيك شهد. وقت ترجعي بتشوفي هي المشاهد القديمه بتراجعي حالك بتقولي هون لو عملت هيك كان بيطلع احلى، هون كان لازم اعمل هون، او هون كثير نجحت انا؟ قد ايه بتراجعي اعمالك بتراجعي شغلك؟ انا بشاهد المسلسل انه مسلسل لي منشان اذا اجاني مسلسل ثاني انه على نفس انه هيك ترتيب غير. ايوه انه غير انه لا انا هذا المشهد ما حبيته خلص انه مره ثانيه باحسن هيك. طيب خلينا نحكي يعني اليوم اللقطة الأخيرة بمسلسل قيد مجهول كانت شهد هي البطلة، فاجأتينا كلياتنا، غير إنه أكيد الفنان عبد المنعم عمايري فاجأنا والمخرج والكاتب، فاجأتينا بلقطة إنه أنت طلعتي حرامية سارقة الشنطة. شو يعني هيك هيك شخصية ملك، كيف درستيها؟ تعاون بينك وبين الأستاذ عبد المنعم والأستاذ أكيد طبعا المخرج سدير مسعود؟ انا مثل ما قلت لك انا انه قبل كنت انا قبل التصوير
مو ما احفظهم، انا بدرب عليهم انه ما انه بكره هي الشغله انه مثلا بحفظ بس مو بفوت على المشهد لا. انه طبعا برتجل من عندي واعطوني كذا تنبيه لإلي وهيك انه ماضي. كثير حلو يعني شهد اليوم، نحن كثير مبسوطين فيك، هي اول شغله. ثاني شغله من حيث هذا العمل يلي مثل ما قلنا اخذ ضجه طبعا عده قلقلك، بس هو العمل اللي اخذ ضجه كثير كبيره ولفت الانظار على شهد. طبعا هذا الشيء ما بيجي من فراغ وما بيجي من شخص واحد، المخرج السدير مسعود شو كانت ابرز ملاحظاته ان كان من حيث التشجيع ان كان من حيث انه تغيري شوي لحتى يطلع العمل كثير ناجح؟ هلا اللي هو كان دائما انتبه انه اذا مشهد ما عجبه انه انا بعرف اذا المشهد ما عجبه ولا لا، بقول انا بدي اعيد حتى لو كان انه ما بينعاد المشهد او كثير صعب ينعاد، انه بقول انا بدي اعيد انا ما حبيت هذا الشيء. فهو طبعا كان ينبهني على كثير شغلات، انه احيانا بحطوا هنا الكاميرا بالنص فبدي تطلع هيك وهيك هيك وهيك، احيانا بتجي طرف عيني على الكاميرا فهو بينبهني هيك بس. حلو. هي طيب. فيلم خلل، هي بفيلم خلل قيد مجهول، انا كنت كثير متدربه يعني وهسه كنت مصوره لحظات اقل. ايوه هيك. طيب خلينا نحكي، عملتي دور اللي هو مايا، بتذكر كنتي ناشره شيء وقلتي انه هذا الدور من احب الادوار على قلبي، اللي هو فيه هيك شيء مثل توعوي بين الكرتون وبين المسلسل اللي يمكن كان للاطفال صح؟ احكي لنا شوي عنه وليش كثير بتحبي هذا المسلسل؟ بحبه لهذا المسلسل لانه انا اول مره هي بشتغل فيها فصحى، مسلسل تعليمي حبيته لانه الاطفال هيك بيحضروا المدرسه، يعني هلا صارت كل المدرسه تقريبا بيعرفوني من ورا، لانه كل العالم بيحضروا انه ادم ومايا الصغار. هيك انه ما بعرف هيك حبيته انه بيعطيني شهرة اكثر وهيك خصوصا قريب لرفقاتي. ايوه هيك. شهد محضرة لقدام تشتغلي او هلا خلينا نقول ناخذ بريك بفترة الصيف نرتاح شوي ونجهز حالنا لاعمال جديدة؟ لا بصراحة هلا عندي تصوير مسلسل اسمه فنجين، وكمان هو عشارية، وبعد العيد عندي مسلسل اسمه الضفدع. حلو. طيب شهد هذا اول لقاء تلجوني اليك مباشر؟ لا عملتي قبله لقاء؟ عملت اثنين مباشر كانوا؟ مباشر. كيف كمان بيختلف هيك اليوم انت عم تاخذي دور ضيفه مانك عم بتمثلي ولا شيء، قديش بتحسي هيك الكاميرا في لها خصوصيه؟ طبعا شعور كثير حلو. هلا انا من زمان كنت عملت فيلم جوري ب 2019 يمكن، عملوا معي اللقاء بميلودي، انه انا كنت متوتره بصراحه بس هلا انه عادي كثير انه على الاذاعه. طلعتي بالاذاعه؟ ايوه طلعت بالاذاعه مع شام اف ام وميلودي. معناتها هي اول لقاء تلفزيون؟ هي اول لقاء تلفزيون. طيب شهد بالنسبه للعيله الصغيره يلي حواليكي من امك وابوك اخواتك الناس المقربين كثير، كيف كانت رده فعلهم باول ظهور لك اليوم؟ كيف بيشوفوا شهد؟ لسه بعدهم بيشوفوها بنت 12 سنه الصغيره يلي كلياتنا بندل، او بيشوفوها مشروع نجمه بلشت باولى خطواتها؟ مشروع نجمه هلا انا انه يعني في عيديه ولا ما في قبل ما نكمل؟ في عيديه ولا لا؟ في خلينا نكمل. هي مستحيل تتغير. تمام. مستحيل. طبعا بدللوني اهلي وبنفس الوقت بيشوني نجمه، انه طبعا بينبهوني على كثير شغلات، وكمان يعني بدللوني وبشوفوني نجمه بنفس الوقت، بس مو الدلال يلي كنت انا كثير صغيره. ايوه هيك. طيب اكيد بدنا نوجه تحيه لوالدتك واكيد لوالدك ولاخواتك ونقول لهم يعني الله يخليكم لبعض ويضلوا هيك يشوفوكي على طول دائما باعمال حلوه وتنجحي كمان بدراستك لانه الدراسه هي ان شاء الله. طبعا اكيد اشكرك مره ثانيه شهد، احنا كثير انبسطنا فيكي. اكيد بدي وجه التحيه لكل شخص امن بموهبتك واعطاكي الفرصه، لانه نحن اليوم هي كثير بحاجه لها، نشوف هي المواهب الصغيره اللي اكيد حتكبر وان شاء الله يا رب بنشوفك نجمه ومطرح ما بتتمني. شكرا شهد. شكرا لك انا انبسطت اكثر. ونحن مبسوطين فيكي. شكرا كثير لك شهد، دائما عندنا مواهب من الصغار للكبار، وكانت اليوم هيك محطتنا الختام.